نهاية الثمانية كيلومترات. إذا شوط جديد وهذا هو الشوط السادس ينطلق، والمايك يتجول ما بين الزملاء المعلقين. الكريبي بن جابر المري متواصلا بالتعليق على هذا الشوط. شكرا يا ابو بريك. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، على بركه الله وتوفيقه، انطلاقه موفقه لمسيره الشوط السادس بتعداد اشواط الفتره المسائيه، وانطلاقه هذا الشوط بعمليه البحث عن الناموس وعن السياره والتتويج في هذا المهرجان، مهرجان سيف امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام مع الاسماء الخمسه المنطلقه والمتواجده لنرى اول المراكز. شعار بن مخيته مع المقدمه والصداره، ومع تقدم عز الجيش لعلي بن ناصر بن جابر الغفران المري مع المركز الاول. ثاني المراكز التواجد والتقدم من قبل دونتراي على المركز الثاني لمحمد بن راشد بن نايع بن راشد الغفلي، يقدم لنا هذا المسمى الجميل مع المركز الثاني بمعنى لا تقترب مع انطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث التقدم والقدوم من قبل النشمي حارب بن محمد بن حمد بن حارب الاكتبي، يقدم لنا النشمي بهذه الانطلاقة. والمركز الرابع أتابع تقدم شاهين علي بن جمعة بن عامر الكاسبي، يقدم لنا شعاره. ولكن أرى أيضا شعار بن رشيد انطلق مع براك أحمد بن خليفة بسلطان بن رشيد السويدي، ينطلق مع المركز الرابع ويأتي على المركز الخامس بهذه اللحظات مرعوش حمد بن سهيب بن خيرات بن دودة العامري على المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة، وما خلف الخمس أسماء لم يحن موعد تواجدها بالنداء، ولكن ترقبوا قدوم هذه الشعارات بالمنافسة الأخوية. انتصفت المسافة، انتصفت مسيرة هذا الشوط، ولكن أعود مع براق من بدأ يرفع بيارق المنافسة مع المركز الأول أحمد بن خليفة بسلطان بن رشيد السويدي، يقدم لنا براق مع القيادة السليمة لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني التواجد من دونتراي على المركز الثاني محمد بن راشد بن نايع بن راشد الغفلي، يقدم لنا هذا المسمى مع ثاني المراكز. المركز الثالث التواجد والقدوم من قبل دكتور، وصل الدكتور ليعالج جمهور الصدارة، ليعالج جمهور المقدمة. محمد بن عبد الله بن سعيد الجحافي هو من يقدم لنا الدكتور. المركز الرابع وتابع تقدم من قبل لمح البصر عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي، يوصل شعاره وتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والقدوم من قبل الذيب سعيد بن راشد بن عبد الله بن قلح مع المركز الرابع. والمركز الخامس ارى وتابع الاسماء القادمة والواصلة بهذه اللحظات. مطلوخ وصل، مطلوخ وصل مع بن بعيران سعيد بن حمد بن صالح آل فهيد المري مع المركز الخامس. ولكن أعود مع الصدارة دونتراي مع المركز الأول. لا تقترب مع القيادة، مع الريادة، مع السيطرة، ومع افتتاحية الكيلومتر الأخير الكيلو المثير. ودونتراي مع الصدارة، مع السيارة، مع الإثارة، مع الانطلاقة، ومع القيادة السليمة. محمد بن راشد بن نايع بن راشد الغفلي يقدم لنا هذا الشعار، ولكن تنخطف الصدارة من قبل مطلوخ. وصل مطلوخ، وصل مطلوخ، انطلق مع القيادة عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري، يقود، يقود الصدارة، يقود الأسماء وينطلق نحو السيارة، نحو أول المراكز. ولكن أرى الأسماء، الله، أول القادمين، أول المنطلقين، وصل ذرب ليشق الدرب وينطلق مع الصدارة. الله يا
ضرب مطر من سعيد بن عتيق بن خلفان المنصوري مع الصدارة والمقدمة، ولكن بن قبعان انطلق شعار أيضا مع المركز الثاني 300 متر عن الناموس، وما زال ضرب هو الغريب من السيارة، هو الغريب من التتويج، وهو من شق الدرب والطريق نحو الناموس، نحو التتويج، نحو سيارة هذا الشوط تويوتا ستيشن جي. هي الجائزة، هنيئا لك يا المنصوري على حصول درب على المركز الأول، وسلام وتحية لأبناء دولة الإمارات على هذا الفوز المستحق وعلى حصول درب على المركز الأول. نهني مطر بن سعيد بن عتيق بخلفه المنصور المركز الثاني، كان الوصول من غير مطنوخ لعبد الهادي بن صالح بن قبعان المري المركز الثالث، كان التواجد من قبل شهيد الهلال بن مبارك بالطماطم العذاري المركز الرابع، كان الوصول من قبل العازمي لصالح بن سعيد بن احمد العامري المركز الخامس، كان الوصول من قبل السابع عبد الله بن ريب بن محمد المنصوري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، شاهدنا هذه المنافسه التي دارت ما بين الاسماء، وتابعنا ذرب من انطلق الى خط النهايه بانطلاقه الفوز وبانطلاقه الناموس. توقيت 6:08 10 اجزاء من الثانيه، التهاني والتبريكات نزفها لمالك ذرب مطر بن سعيد بن عتيق خلفه المنصوري على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز وصل مطنوخ، توقيت الزمني 6:09 جزء من الثانيه، التهاني والتبريكات نزفها لعبد الهادي بن صالح بن حامد بن قبعان المري المركز الثالث، كان الوصول والغدوم من قبل ثالث المراكز شاهين. توقيت الزمن 6:11:93 جزء من الثانية، التهاني والتبريكات الهلال بن مبارك الطماطم العفاري على هذا الفوز المستحق وعلى حصول شاهين على المركز الثالث. إذا مشاهدينا الكرام، انغضت أشواطنا الستة والكلمة تعود مجددا للزميل محمد بن بريك المري. شكرا الكريم.